السلام عليكم ورحمه الله، معكم انور العشير من قناه بيكام انجينير اكاديمي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على الميموري الوكيشن والدي الوكيشن ديال الميموري ديالنا. دونك كيفاش كتوقع لا لوكاسيون، يعني ريزيرفاسيون ديال ليسباس ميموار، يعني اللي محتاجين باش نيكزيكوتيو واحد البروغرام ولا اون فونكسيون ولا هكا داكوغ، وكيفاش كتوقع يعني لا ليبيراسيون ديال ديك ليسباس ميموار هي دي الوكيشن. فوالا، اتوكل على الله. فوالا، دونك بما اننا شفنا لي كلاس ولي زوبجي، بيان سو ميتي تكريا اوبجي هنا. الكلاس سي تون بلو برينت داكوغ، الكلاس كيكون محطوط عندي في الديسك دير، يعني تي ريزيرفي ان سباس في الديسك دير. اما اون فوا كنكري ان اوبجي داكوغ، لا كرياسيون ديال لي زوبجي كتكون في لارام لي روجيستر، المهم داك الحمار، يعني في لي ميموار فيف داكوغ. دونك داكشي علاش هنا كتبنا هاد الجمله. دونك غادي نشرح لكم شنو كيوقع ملي كنكريو واحد لوبجي ولا دي زوبجي. دونك بالنسبه للجافا، دونك كديرنا لا جيستيون ديال دو تيب ديال لا ميموار داكوغ، الهيب والستاك. دونك الهيب تيكونوا فيه غير لي زوبجي داكوغ، الستاك هو اللي مهم تيكون فيه البريميتيف تايبس اللي ديجا هضرنا عليهم، شورت ليفد فاريبلز، دونك لي فاريبل اللي عندهم مده الحياه قصيره. الا سولتكم شنو هما، بيان سور راه باينه، تقولوا لي لي فاريبل تيكونوا وسط لي فونكسيون، لان اون فاريبل وسط فونكسيون ولا ميثود يعني كنحتاجو غير ديك البيريود باش تيكزيكتي ديك الميثود، وصافي كيمشي بحالاتو كيتبخر باردون. و بيان سور لي فاريبل لي كيستوكيو دي ريفيرونس في غاد لي زوبجي اللي عندني في الهيب داكوغ. مزيان، دونك ثلاثه ديال لي تيب، الهيب فيها غير لي زوبجي، ستاك تيكونوا فيه بريميتيف تايبس داكوغ، شورت ليفد فاريبلز، ولي فاريبل تي ريفيرونسيو ليا دي زوبجي في الهيب. سهل هنا، مزيان. دونك ما فهمتيش مزيان، تبع معايا وان شاء الله غادي تفهم. دونك دابا اللي نعتبر هاد الكود، دونك فار تكست بوكس 1، دونك شفنا هاد فار قلنا راه نقدروا نكتبوا تكست بوكس هنايا في بلاصتها، سيرو كنختزلوها بوفار وكنوضوها هنا وكنخلي الكومبيلاتور يديتيكتي لو تيب يعني ديال هاد الفاريبل تكست بوكس. هنا درنا هاد الكتابه فوالا. دونك شنو كيدير الكومبيلاتور؟ دونك الكومبيلاتور اللي هو الجافا سي، دونك هاد الجافا سي كومبيلاتور، جافا كومبايلر عندي في الجي ار اي داكوغ، هي الجافا ران تايم انفايرمنت. دونك اللي ما فاهمش هادشي، الجي دي كي، الجي ار اي، كومبيلاتور، هادشي دونك يرجع للهيب ستاك، دونك يرجع للدوره الاولى صافي. دونك الدوره الاولى ديال الجافا بيزيكس، دونك يشوفها ان شاء الله، ومن بعد غادي يجي لهاد البارتي ديال الانترميديت اولا جافا او او بي. فوالا، دونك قلنا اول بارتي كتيكزيكيتا من الكود هي هادي نيو تكست بوكس. دونك مين كيدوز داك الجافا سي وكيلقى هاد لوبيراتور نيو داكوغ، شنو كيدير؟ كيكري ليا واحد نيو اوبجي. دونك لنفرض هادي هي الهيب، دونك هاد المشكل ديال هاد علامه دقات القلب كاين في الوورد، في الباوربوينت ما عرفتش علاش صراحه داكوغ، ماشي مشكل في لاسوري، في الاول كنت حاسب مشكل في لاسوري، ولكن ملي جربتو في بزاف د البيسيات وبزاف د لي سوري دونك مشكل عنده. وهادي ستاك صافي. دونك هاد تكست بوكس لوبجي غير غادي تكريه هنايا صافي، ها هو نكتبو هنا تكست بوكس شي حاجه، ولنفرض ان عنده لادريس 30 صافي. فاهمين مزيان؟ دابا هادي في الهيب، دونك تكريات عندي اوبجي تكست بوكس داكوغ، و ستورا في الهيب. نتخيلو قالك اسيدي لادريس هي 100، واخا نمشيو بهذا المثال ديال 100 باش ما ندوخوش، يعني نقدر نخدمو ب 30 ب 60 اللي بغينا، غير المهم على باش نمشيو على حساب الكود. من بعد هاد الجافا ران تايم داكوغ كي اكزيكيت هي هو الجي ار اي، بيان سور هنا بالضبط نهضرو على الجافا سي، لان الجافا ران تايم فيها بليزيوغ اوبجي اولا بليزيوغ تولز، دونك حنا المهم التولز المهم عندنا في هاد الحاله هو الجافا سي. دونك هنا الجافا ران تايم شنو كيدير؟ كيجي وكي من بعد كي اكزيكوتي هاد فار تكست بوكس. بيان سور بما انه يعني ايفاليو هاد لابارتي هي الاولى، راه فهم بان تكست بوكس راه التايب ديالها تكست بوكس، يعني هاد ريزيرفا ليها لي سباس ميموار سولون هاد لو تيب، لان هاد لو تيب سي ان تيب كومبلكس اللي هو ريفرنس تايب، يعني تيب كبير ماشي انت ولا فلوت، يعني يقدر التكست بوكس يقدر يكونوا فيها يعني 100 اوبجي اخر داكوغ. فوالا، هنايا شنو غادي يدير؟ غادي يالوكيتي لينا واحد شويه د ميموار فين؟ في ستاك. مزيان، دونك حنا اللي نفرض انه ريزيرفانا هاد لي سباس ميموار لي لادريس ديالها مثلا 30 صافي، هادي 100 هادي 30 فوالا.
وفي هاد الميموري لوكيشن شنو غادي يدير؟ It will store the address of textbox objects on the heap. يعني عوض ما انه يخبي لي القيمه كما كيوقع في البريميتيف تايبس، نو غادي يخبي لي الادريس ميموار. مزيان، دونك غادي يخبي لي 100. صافي تفهمنا على هاد لابارتي. دونك هادشي باش كنقولوا الريفيرنس تايبس. دونك هادشي باش كنقولوا كاينين البريميتيف. بريميتيف تايب فاش كدير انت اكس تساوي واحد، شي غير تذكر هادشي الاخوه راه شرحته في لابارتي الاولى. فاش كدير انت اكس كتساوي واحد، راه تيجي هنايا وكيسمي هادي اكس وكيخبي فيها واحد، ومثلا نفرض ان لادريس ديالها 40، كنلقى فيها اون فالو قيمه. هنا بما ان قلنا ريفيرنس تايب كنلقى اون ريفيرونس، ما كنلقاش قيمه في الريفيرنس تايبس، كنلقى ريفيرونس يعني اون ادريس فيغ هاد لي ليمو اللي عندي هنا. اسبير ان هادشي يكون خليكم الراس. فوالا، دونك هادشي شرحناه. نفس البارتي اخرى غير كتزت هادي ونسيت ما مسحتش الاخرى. داكو، دونك هنا هاد تيكست بوكس 1 قلنا شنو كي ريفيرونسي ليا واحد لوبجي، فين كاين داك لوبجي؟ قلنا في الهيب. فوالا، دونك فهمنا دابا بان الميموري عندنا الهيب وعندنا ستاك. الهيب تيكون فيها لوبجي، وستاك تيكون فيها البريميتيف تايب. شورت ليفد فاريبلز هما اللي كيكونوا وسط الميثود، و ريفيرنس تايب اللي هما تيكونوا دي زوبجي كيري اولا دي فاريبل كي ريفيرونسيو لينا لي زوبجي اللي الغيه اللي كاينين في الهيب. حتى لهنا مزيان، داكو. هادشي علاش قلنا وي ريفر to this variable as reference type. هادشي علاش كنسميو هاد لي فاريابل بريفيرنس تايب، لان هاد لي فاريابل ما كيستوكيوش دير اكطويل فاليوز، يعني ما كيخبيش القيمه الحقيقيه ديالو، ولكن كيخبي اون ادريس فيغ. باش نشرح لكم الناس اللي قاريين سي سي بلس بلس، بوينتور يعني تيولي هاد الفاريابل سي تام بوينتور فيغ ديك لادريس. صافي، غير هنا انت ما كتكرييش البوينتور مانيوال مو تحمق راسك بحال في سي. دونك جافا كدير هادشي في بلاصتك. مزيان، داكوغ، الحمد لله فهمنا شويه. دونك ان ذا اذر هاند، دونك او كونترير البريميتيف تايبس ديفيرون. علاش؟ لان فاش كديكلاري واحد الانتيجر باغ اكزومبل، دونك كيتستوكا فين؟ في ستاك ديريكتومون، هادي قلناها. والفاليو ديال هاد الفاريبل هذا هي اللي كتستوكا في داك الميموار كيف ما قلت لكم. يعني هذا هو ستاك ديالي، دونك فاش كنديكلاري واحد الانت هنا كنلقى القيمه، مثلا هذاك الانت كيساوي 5 كنلقى 5، داكوغ. ولكن ريفيرنس تايب نو، كنلقى ادريس. صافي، كنلقاش فالو، كنلقى ادريس اللي كات ريفيرونسي ليا واحد لوبجي اوبج فوالا فين في الهيب ميموري. مزيان، واخا نشوفوا واحد اللعيبه اللي هي انتريستين. دابا كرينا واحد فارتكس 2 داكوغ، وعندنا تكست بوكس 1. دابا هنا تكست بوكس 1 وتكست بوكس 2 بجوج بهم تيريفيرونسيو ليا نفس لوبجي في الهيب. علاش؟ لان درت واحد كيساوي واحد، ما عيطش على لوبيراتور نيو. ما حدي مادام ما عيطش على لوبيراتور نيو يعني ما كاينش اون ريزيرفاسيون جديده، يعني صافي كيشد كيكوبي. دابا تكست بوكس 1 شنو القيمه اللي مخبيه فيه؟ هي لادريس فير داك لوبجي اللي كاين في الهيب. يعني انا من درت هذا تساوي حتى هو غادي يكون مخبي فيه نفس لادريس. يعني اي شونجمون، اي مرض ضرب هذا غادي يضرب هذا. صافي، مزيان. دونك هنايا عندنا سينجل تكست بوكس اوبجيكت في الهيب، وهنا عندنا تو فاريبلز في ستاك، ولكن تي ريفيرونسيو لينا نفس هاد لوبجي اللي عندنا في الهيب. عقلوا الاخوان على هادشي، لان فاش نهضروا على دي الوكيشن مهمه بزاف. صافي، دونك كي ريفيرونسيو لينا الميم اوبجي في الهيب، لان في دي الوكيشن يعني ملي كتوقع على ليبراسيو ديال لا ميموار، باش نشوفوا شنو كيوقع بالنسبه للستاك وبالنسبه للهيب. داكوغ، دونك فوالا، تكست بوكس 1 تساوي تكست بوكس 2، تتعني باننا بحال كوبينا لا فالور ديال تكست بوكس 1 في تكست بوكس 2. وهنا بما ان تكست بوكس 1 عندها ادريس، يعني تكست بوكس 2 غادا تخبى فيها حتى هي نفس الادريس اللي غادا تكون في الهيب. هادشي اللي كاين، وهذا كيعني بان الا موديفيت شي حاجه في شي واحد فيهم بار ديفو الثاني غادي تافيكت. باغ اكزومبل هنا جيت للتكست بوكس 2 والسي تكست ديالها درت ليها بلا بلا، داكوغ. ومنين حاولت نافيشي تكست بوكس 1 تكست غادي تافيشي لي حتى هي بلا بلا، وهذا كيبروفي لينا بان راه يعني بجوج بهم كيريفيرنسيو للميم اوبجي، وبان ديك الهضره اللي كنت قلت لكم في البارتي الاولى ديال البيزيكس، وبان البارتي اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل راها صحيحه، وبانني ما كنكذبش عليكم. داكوغ، دونك نخليو ديالوكيشن لفيديو اخر باش يكون داك الكور ديالنا منظم. دونك هذا اللي كان في هذا الفيديو، ان شاء الله غادي نديرو زعما شويه ديال البراكتيس باش نفهمو.
ونخليو ديال لوكيشن ان شاء الله الفيديو القادم. فوالا جو بونس هادشي راه درناه الحصه الفايته ولكن ما عليناش. دونك غادي نكريو واحد لوبجي بيرسون داكوغ. هنا عندي لوبيراتور يعني اون ريزيرفاسيون، يعني هنا عندي الهيب هادي غادا تكون في الهيب، وهاد بيرسون هادي غادا تكون في ستاك. وبما ان هنا لو تيب يقدر نجيبو يعني غير الكمبيوتر كيفهم نقدر نكتب فار، ما عنديش مشكل صافي نفس سميتو ما يكون عندي حتى شي مشكل. دابا نتخيلوا بان هاد بيرسون هذا عطيته النيم ديالو، دونك بيرسون دوت سيت نيم دونك عطينا انوار، وهنا بغينا نافيشيو بيرسون دوت نيم، بغينا نافيشيو لونه تو سامبلومون. غادي نسولكم تقولوا لي فوالا اكتشفنا الحصه فايته فوالا غادي افيشي لي انوار. دابا نجيو ونكتبو var person to تساوينا person فوالا مزيان، سيتينا النيم ديال person في انوار، ونجيو ونقولو سيدي person to point set name سيدي رضى لنا خليل باغ اكزومبل. وبغينا لاحظو شنو شونجينا حنا person to، ما هضرناش مع person ولكن شنو بغينا افيو person name، يعني كوما كانوش يعني الهضره اللي قلنا ديال ريفيرنسين تايب وداكشي خصو يافيشي لنا انوار، ولكن حنا نشوفو شنو يوقع. افيشي لنا خليل، من هنا كنتاكدو بانهم كيريفيرنسيو لو ميم اوبجي. بغيت نكري ان اوتر اوبجي كيخصني نعيط على الكونستريكتور ديالي ونعيط على النيو. دابا لاحظ بان انوار اصبح هي ان خليل ما عندها حتى شي علاقه بلوبجي الاول. يعني دابا انا في هذه الحاله شنو عندي، عندي جوج ديال لي زوبجي في الهيب، عندي هادي وعندي هادي، يعني بمعنى عندي جوج ديال لي زوبجي، وحده عطيناها انوار وحده عطيناها خليل. دونك فوالا هذا مكان دونك نحيد هذا الشيء هذا. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.